تكونش في بالها ما تعرف تلاور وسائل الإعلام الكل معناتها خبرت على الموضوع هذا والناس كلها ان كونتاكت مع في بالإنترنت ولا بالفيسبوك. فهمتني الحق نتاع ربي معناتها فاجعة كبيرة معناتها مش بلاصة بركة زوز بلايص. قعدنا نتبعوا في الموضوع الاخر لحظه معناتها شفنا اللي الحمد لله يا ربي فهمتني ما ساروش ضحايا على ما اظن توا حسب المعطيات اللي عندي انا. ان شاء الله ربي يحفظ تونس، ان شاء الله معناتها الشعب التونسي الكل بخير، واحنا معناتها كممثلين تونس في الكاس الافريقيه هذيا نحاولوا نزيدوا نتحفزوا اكثر باش نعرفوا اللي بلادنا معناتها ممكن تعرف الكوره تهز حتى الجو العام معناتها ينجم يولي نقي بال معناتها الكؤوس وبالانتصارات. ان شاء الله اخويا غدوه نحن بالنسبه لنا احنا نحكي كوره، ان شاء الله بالنسبه لنا احنا معناتها نفوزوا على الفريق المالي غدا في هوني في السويس، وناس كلها معناتها موتيفي 100% من الستاف من اللاعبين فهمتني. نتصور حتى تو معناتها كانوا اجتماع قبل حصه التمارين مع سيد رئيس الجامعه اللي حفز الاولاد الحق نتاع ربي، وكان معناتها موقفه خارق العاده بالنسبه للتحفيز اللاعبيه، وحكى لهم كوره وحكي لهم على الجو العام وحكي لهم على الناس اللي معناتها في تونس تستنى فيكم، وان شاء الله ان شاء الله نفرحوا البلاد وان شاء الله نمشيوا لقدام في الكاس الافريقيه هذه ان شاء الله.